الله أكبر. لله الحمد، تم دحر ما يسمى بجيش القبائل، والأمور جيدة. كبير والله أكبر، لله الحمد. شو الأوضاع الميدانية توا في المنطقة العجلة؟ الحمد لله الطريق آمنة والأمور جيدة. كنت في منطقة شمال قبل شوي. الحمد لله الحمد لله، الأمور طيبة وجيدة 100%. شنو الوضع في الطريق الساحلي؟ الحمد لله الامور طيبه، تم دحر جيش القبائل. الله اكبر خالي، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر. المواطنين بدوا يتحركوا في المنطقه؟ لا، الخط امن والامور كويسه 100%. الله اكبر، الله اكبر، لله الحمد. كلمه تقولها للابطال والمتواجدين تو في الجبهه؟ كلمه الله اكبر وربي معنا وخلاص. الله اكبر.